بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشكر للقسم العلمي في هيئة علماء المسلمين الذين يعني أتاحوا لي هذه الفرصة للمشاركة في هذا المؤتمر المبارك. وعنوان الورقة أو البحث هو دور المصاحف المخطوطة في تجديد دراسة علوم القرآن. الحقيقة خطر ببالي أن يعني كلمة تجديد في هذا المكان قد تكون أفضل منها كلمة إثراء دراسة علوم القرآن، لأنه يعني التجديد قد يفهم منها اطراح القديم جملة وإحلال الجديد مكانه، لكن هو يعني ما أعرضه وما يعني ينبغي أن يفهم من كلمة تجديد هو البناء والإضافة إلى ما كتبه علماء السلف من موسوعات في علوم القرآن الكريم. والمصاحف المخطوطة قد يتصور البعض بأنها قد فقدت دورها وظيفتها بعد طباعة المصحف الشريف بآلاف وملايين النسخ الآن، فوضعت على رفوف المكتبات ولا يمر بها يعني حتى الباحثون إلى عهد قريب. ولكن بعد ما حصل من تطور علمي أتاح للباحثين الاطلاع على هذه المصاحف، لأن سابقا كان يصعب الاطلاع عليها، الآن أصبحت متاحة على النت، نسخ بتصوير عالي الدقة. وأحاول أن أقدم في هذه الورقة بأن دراسة هذه المصاحف مفيدة للمتخصصين في علوم القرآن، وهي أيضاً مفيدة وممتعة لكل مسلم يعني يقرأ المصحف ويتساءل في نفسه كيف وصل إلينا المصحف الشريف، وهل هذه مصاحفنا الآن المطبوعة هي نفس المصاحف التي كتبها الصحابة أو حصل فيها تغيير. ولا شك أننا يعني كل مسلم على يقين بأن المصحف الشريف محفوظ بحفظ الله تعالى له، ولكن لما نقدم الدلائل المادية والمنظورة على ذلك فيزداد المؤمن إيماناً، وفي ذلك أيضاً رد على المستشرقين الذين يعني عرضوا نظريات وأطروحات مخطوئة في تاريخ المصحف، فكانوا يدعون ويزعمون أن المصحف بهذه الصورة لم يظهر إلا في القرن الثالث الهجري، وقد أعاد صياغته النحويون وما إلى ذلك من هذه النظريات. فجاءت دراسة المصاحف التي قاموا بها هم أنفسهم لتبطل هذه النظريات. ويعني هذه المقدمة السريعة، لكن أحاول أن أنتقل إلى يعني محاور البحث. فأتجاوز موضوع التعريف بالمصاحف المخطوطة وأهميتها، لأنه من خلال البحث سيتبين لكم، أو يعني تذكير لعل يعني البعض منكم وأنتم متخصصون تدركون هذه الحقائق، لكن من باب التذكير بها. فدراسة المصاحف المخطوطة تقدم لنا أو تؤكد لنا وثاقة النص القرآني، هذا المبحث الأول. والمبحث الثاني هو تجديد أو إثراء دراسة علوم القرآن الكريم المرتبطة بالمصحف الشريف، وهي خمسة علوم. وأبدأ بتأكيد وثاقة النص القرآني، كيف يعني يتأتى هذا المعنى من خلال دراسة المصاحف. يتأتى هذا من خلال يعني محورين أو جانبين. الجانب الأول دراسة آلاف النسخ المخطوطة الموجودة في العالم اليوم، وفي تقدير شبه رسمي لعدد المصاحف بأنها 200,000 مصحف مخطوط. يرجع بعضها إلى عصر الصحابة رضي الله عنهم، يعني إلى القرن الأول، منتصف القرن الأول الهجري، ثم القرون اللاحقة كلما تأخر الزمان أو تقدم ازداد عدد النسخ المخطوطة، وهي من مناطق جغرافية متباعدة، يعني شيء مكتوب بالأندلس، شيء مكتوب بالصين، شيء مكتوب بالعراق، شيء مكتوب بمصر، شيء مكتوب بأفريقيا. يعني مع تعدد المكان وتباعد الزمان هذه المصاحف إذا قرأنا فيها سنجد النص واحداً.
طبعا هذا أكبر دليل على أن القرآن الكريم نصه واحد ولم يختلف من زمن الصحابة إلى زماننا. فدراسة هذه الآلاف النسخ المخطوطة تعطينا أو تؤكد لنا وثاقة النص القرآني الكريم. هذا من جانب. الجانب الثاني، المصاحف القديمة جدا جدا أثبتت، يعني أثبت فحصها بطريقة فحص الكربوني. قبل أن أروح إلى الفحص الكربوني أذكر لكم دراسة حديثة قام بها الدكتور محمد مصطفى الأعظمي رحمه الله، يعني صدرت 2017 في كتابه النص القرآني الخالد. النص القرآني الخالد هذه صورة من صفحة من المصحف من هذا الكتاب. هو أخذ سورة الإسراء من منتصف المصحف، يعني فسر ذلك لماذا اختار هذه السورة. أولاً هي في منتصف المصحف، معنى ذلك النسخ المخطوطة القديمة تتعرض للضرر وذهاب بعض الأوراق، فالأوراق إذا ذهبت تذهب الأوراق اللي من البداية ومن الأخير. فهو يعني وجد هذه السورة كاملة في المصاحف القديمة واختار 17 مصحفاً من عصر الصحابة، أو هو يقدر ذلك منتصف القرن الهجري الأول إلى مصحف المدينة المنورة اللي هو يعني أشهر مصحف في زماننا، وأخذ السورة 1559 كلمة وضعها في جدول، في كل كلمة يعطينا 17 صورة لها كما ترون في الجدول، كل كلمة مكررة 17 مرة، يعني صورة حية من المصحف. وجاءت هذه يعني الكلمات في هذه المصاحف المتباعدة زمانا ومكانا متطابقة 100%، ويعني يستنتج من ذلك هي هذه الحقيقة ثابتة أيضا في التاريخ، لكن تزداد وضوحا بالدليل الملموس أن المصحف لم يعني يتعرض لتغيير أو زيادة أو نقص كما يزعم أو يدعي يعني بعض يعني الجهلة جهلا أو يعني غرضا المغرضين في ذلك. هذه الجانب الأول. الجانب الثاني هو أن المصاحف المخطوطة تؤكد كما قلت وثاقة النص القرآني من خلال الفحص الكربوني، يعني مادة C14 مادة كيميائية يعرفها المتخصصون، يقولون بأن هذه المادة إذا أخذنا عينة أو قطعة من الجلد الذي كتب عليه المصحف أو الورق تبين عمر هذا الجلد أو هذا الورق بفارق يعني ممكن يعني يقرب من 50 سنة. يعني إذا قلنا بأن هذا المصحف هذا الفحص يشير إلى أن المخطوط أو هذا الجلد يعني عاش يعني لحيوان عاش في بين سنة 50 أو 100 هجرية، ممكن أن يكون يعني هذا التاريخ التقريبي. فجرى فحص عدد من المصاحف بهذه الطريقة، ومن أشهر المصاحف التي أجريت عليها هذه الدراسة مصحف جامعة توبينغن في ألمانيا، ونشر على موقع الجامعة التقرير المتعلق بهذا المصحف في سنة 2014. أعلنوا نتائج الفحص الكربوني لهذا المصحف. طبعا هو المصحف مكون من 77 ورقة يعني فيه نقص، وأعلنوا نتائج هذا الفحص بشكل رسمي بأن هذا المصحف يعود إلى ما بين يعني منتصف القرن السابع الهجري إلى يعني أواخر القرن السابع الهجري، يعني في زمن 29 هجرية إلى 56 هجرية، يعني هذا المقدار اللي ممكن أن يحدث فيه يعني فرق في موضوع تحديد عمر الجلد بهذا الفحص الكربوني. البعض طبعا شكك في نتائج الفحص الكربوني، لكن يعني من الناحية العلمية لا يكون نتائج هذا الفحص دقيقة 100%، يعني مو بالتحديد بالسنة، لكن مفيد أن نعرف أنه هذا المصحف من يعني يعود إلى القرن النصف الأول من القرن الهجري الأول. طبعا هذا الفحص الكربوني أجرته الجامعة، أشرف عليه المستشرقون، وطبعا المستشرقون الألمان عندهم مدرسة عريقة في تاريخ القرآن الكريم من تيودور نولدك صاحب تاريخ القرآن إلى برجستراسر إلى الآخرين الذين يلحقوا به، كانوا يقولون بأن المصحف الشريف أعيد صياغته وكتابته على يد النحاة، وأنه كان غير معرف فأعرب إلى آخر ذلك. فلما يعني هم بأيديهم وجدوا
أن هذا المصحف اللي هو يتطابق مع مصاحفنا أو مصاحفنا تتطابق معه يعود إلى القرن الأول الهجري، فقالوا إذن النظرية أو يسمون النظرية الإسلام مصادر الإسلامية اللي هم لا يثقون بها أو يشككون بها هي أصدق من النظريات التي قدموها هم أنفسهم بدليل هذا الفحص الكربوني لهذه المصاحف. ويعني حتى لا يعني يأخذني الوقت، فأيضا لعلكم سمعتم بصحائف مكتبة بيرمنغهام في بريطانيا، هي يعني ورقة هما يعني هي ورقتان من مصحف قديم، وقامت الجامعة بفحص بهذه الطريقة وأعلنت ذلك الفحص في سنة 2015 بعد سنة تقريبا من إعلان جامعة توبينغن، ووجدوا أن هذه الجلد المكتوب عليه هذه الصحائف، وطبعا هذه موجودة على السبورة صورة لجامع مصحف جامعة توبينغن، وهذه الورقة الثانية صورة الورقتين من مصحف مكتبة بيرمنغهام، يعني أول آخر سورة مريم وأول سورة طه وصفحة من سورة الكهف. نتائج الفحص جاءت تشير إلى أن هذا الجلد لحيوان عاش في بين سنة 586 إلى 645 ميلادي، يعني شيء قريب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وربما قبل البعثة. البعض فقالوا كيف يعني يكون مصحف مكتوب قبل البعثة النبوية؟ وتفسير ذلك أن الجلد أحيانا يعني ينتج ولا يكتب عليه، فلا بأس أنه بعد 10 سنين استخدموا هذا الجلد. طبعا الجلد كانت ليست يعني مشهورة وكثيرة، ولكن يعني هذا الفحص الكربوني يؤكد أن هذا الجلد يعود إلى هذه الفترة. طبعا الجلود لا تخزن فترات طويلة لأنه تتعرض لليبس والتلف ولا يكتب عليها، فبالتأكيد أن هذا يعني الأوراق اللي هي في مكتبة بيرمنغهام الآن يعني من أقدم، يعني هي بقايا من مصحف قديم جدا يعود إلى عصر الصحابة رضي الله عنهم. الخلاصة أن طبعا هذا يعني هذا نموذجان، لكن في عشرات مئات المصاحف التي تعود إلى القرن الأول القرن الثاني مما هو مكتوب على جلد على الرقوق وعلى وبخط يعني يسمى الخط الكوفي، البعض يسميه بالخط الحجازي اللي هو أصل للخط الكوفي. يعني هذه تعطينا وثائق يعني وأدلة حسية مادية ملموسة على يعني أصالة النص الذي نقرأه. هذا هو المصحف الذي كتبه الصحابة رضي الله عنهم بحروفه وكلماته، لم يتعرض للتغيير والتبديل سوى أنه يعني ما كان يلفظ ولا يكتب من حركات أضافوا إليه، كما سأذكر يعني الآن سريعا أمر معكم سريعا. قربت أقلب الورق على التحدث. لا لا المبحث الثاني هو 8 دقائق. لا بس إن شاء الله أمر سريعا. تجديد علوم القرآن الكريم المرتبطة بالمصحف الشريف. يا إخوة يعني ما يخفى عليكم المصحف عندما نقلب فيه الآن كل كلمة وكل حرف ونقطة فيه يستند إلى علم من علوم القرآن. هناك 5 علوم أساسية يعني تتفرع أو تؤصل لما في المصحف: علم رسم المصحف، علم الضبط اللي كان يعرف بعلم النقط والشكل، والعلم العدد والتجزئة والتحزيب، وعلم الوقف والابتداء، ثم القراءات القرآنية. هذه العلوم الأساسية التي يعني تستمد أو تؤصل لما موجود في المصحف. ما الذي تقدمه المصاحف المخطوطة في دراسة هذه العلوم؟ تقدم الكثير. طبعاً الدراسات لا تزال في بدايتها في هذا المجال، كلما ازداد يعني ازدادت معرفتنا بالمصاحف المخطوطة ودراستها كلما أعطتنا معلومات جديدة هذه العلوم الخمسة، يعني فيها إثراء كما أقول، هو يعني إضافة لما موجود في كتب علوم القرآن التي كتبها السلف وهي كثيرة في هذا في هذه العلوم الخمسة. لكن دراسة المصاحف المخطوطة تعطينا شيء إضافي، وال يعني المقام الآن لا يتسع لعرض مزيد من الأمثلة، سأختار مثالا واحدا من كل علم من هذه العلوم. فالمثال الذي أختاره من علم رسم المصحف هي رسم كلمة شيء في القرآن الكريم: ولا تقولن بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. في المصحف مكتوبة لشيء لام شين ألف ياء بها ألف زائدة،
ووجود الألف الزائدة في المصحف في هذا الموضع في كلمة شيء يعني يبعث السؤال لماذا كتبت الألف. طبعا ذهب بعض الباحثين خاصة يعني من المتأخرين والمحدثين بعضهم يقولون هذه فيها دلالات وفيها إعجاز إلى يعني إشارة إلى معان وأسرار. البعض يعني قد يحتار قد يخطر ببال أحدنا أن هذا من الكاتب حط له ألف زائدة خطأ ربما. لما الآن يعني ينظر في المصاحف المخطوطة القديمة جدا جدا سنجد أن كلمة شيء مكتوبة في المصحف في بعض المصاحف في مواضع متعددة مكتوبة بالألف ليس فقط في سورة الكهف. وهذا يعني يعزز الرواية رويت أنه في مصاحف عبد الله بن مسعود كلمة شيء في كل موضع مكتوبة بالألف. فإذا هذا الرسم الورد في المصحف في مصاحفنا في موضع واحد هو يمثل يعني من تقليد من تقاليد الكتابة في عصر التنزيل وعصر كتابة المصاحف كانت شائعا. فالرواية اللي كانت تقول أنه كلمة شيء مكتوبة في مصاحف عبد الله في جميع المواضع بالألف كان العلماء الرسم يستعبرها على رواية شاذة. لكن الآن في مصحف نسميه مصحف باريس رقم 328 قام بنشره الأستاذ الدكتور طيار ألتقوالاج نشره يعني بصوره. أنا تتبعت وقرأت في هذا المصحف جميع المواضع تقريبا لكلمة شيء في هذا المصحف هي مكتوبة بالألف. فإذا هي ليس من خطأ الكاتب ولا من سهوه، هي هذه يعني أثر من آثار تقاليد الكتابة العربية في ذلك الوقت. طبعا يعني في أمثلة أخرى والأمر يحتمل أكثر يعني كلام أكثر، لكن يعني استثمار الوقت أنتقل إلى العلم الثاني وعلم الضبط. علم الضبط طبعا الرسم لا يخفى عليكم من عمل الصحابة رضي الله عنهم، علم الضبط هو من عمل التابعين ومن جاء بعدهم تابع التابعين. فلهذا علم الرسم يعني إذا لم نقل بأنه توقيفي فإنه يعني مما أفقت الفقهاء الكبار والعلماء بوجوب المحافظة عليه في كتابة المصاحف، وهو المعمول به تقريبا الآن في جميع المصاحف التي تطبع إلا في يعني في تركيا. يعني إلى الآن هم يكتبون بطريقة الإملاء يعني أو مختلطة بين الرسم الإملائي والرسم العثماني. طبعا كان في فتوى في بغداد، فقهاء بغداد في القرن الرابع الهجري أفتوا بجواز كتابة المصحف بالرسم القياسي، ويبدو أن وكتبت طبعا مصاحف بهذا مثل مصحف ابن البواب مشهور كتب 391 بالرسم القياسي. ثم جاء بعد ذلك ياقوت المستعصمي المتوفى 698 ربما 89 يعني في أواخر القرن السابع كتب مصاحفه أيضا بالرسم القياسي، وأثرت مصاحف ياقوت على مصاحف الدولة العثمانية بعد ذلك لأنه كان إماما في الخط. فيبدو أن المصاحف التركية ورثت هذا عن يعني فتوى بغداد. على كل حال فالرسم هو من عمل الصحابة، والضبط هو من عمل التابعين وتابع التابعين، فهو في اجتهاد. المثال الذي أخذت يعني أردت أن أعرضه على حضراتكم هو السكون. السكون في المصحف الآن مثل الدال الصغيرة هو رأس خاء من كلمة خفيف، وهذا طبعا اختيار الخليل والسيبوي رحمه الله. والاختيار الثاني المشهور كان هو الصفر المستدير، وكان الصفر المستدير أشهر في المصاحف من رأس الخاء أو الحاء هاي الصغيرة. ولعله الصورة أمامكم الآن، أنا نظرت في مصاحف كثيرة فوجدت أكثر المصاحف هو بهذا السكون المدور. لماذا يعني شاع هذا رأس الخاء؟ لأنه مصحف الأميري الذي كتب أو نشر 1342 في مصر اختاروا علامات الخليل وتركوا الصفر المستدير. ويعني لو أريد أن أختار وأرجح، أنا أرجح الصفر المستدير. لماذا؟ لأنه نحن الآن نتعلم أو أطفالنا ونتعلمنا في المدارس من المراحل الأولى الصفر المستدير للسكون. فلماذا عندما نكبر ونقرأ في المصحف نجد علامة أخرى؟ فكلما كانت العلامات متوافقة بين ما نتعلمه في الكتابة العربية في خارج المصحف موافقة للمصحف فذلك أفضل، والله أعلم. فيعني هذا مثال لما يمكن أن تقدمه دراسة المصاحف من يعني أسس علمية أو تقدم لنا حلولاً لمشكلات. ثم بعد ذلك علم العدد والتجزئة والتحزيب، يعني أيضاً المصاحف تعطينا معلومات. وطبعاً
علم العدد من علوم الأصيلة التي يعني أسس لها الصحابة والتابعون، وهناك مذاهب في علم العدد. فقط إذا يعني الأخ ما يقلب معنا ونحتاج أن نسرع، لأنه السيد رئيس الجلسة يقول باقي دقيقة واحدة، إذا يسمح لي بدقيقتين أخرين إلى دقيقة واحدة. لاحظوا إخواني، قل هو الله أحد، أرجع الصورة أخي من فضلك، هاي سورة قل هو الله أحد في العدد ثلاث آيات، في بعض العدد المكي والشامي أربع آيات، في غير المكي والشامي أربع آيات، يعني في عددنا أربع آيات وفي بعض الأعداد خمس آيات. يعني علم العدد لا يغير، إذا قلنا اختلفوا في عدد آية في عدد سورة معينة هذا ليس اختلاف في نص القرآن الكريم، لا، إنما هو اختلاف في موضع الفاصلة. فلما نقرأ لم يلد ولم يولد، هل هما آيتان أو آية واحدة؟ فالبعض قال آيتان فصارت خمسة، والبعض قال آية واحدة فصارت أربعة. وطبعا في موضوع الخمس والعشور مهم، كيف كانوا يعدون في الزمن الماضي، وأتجاوز هذا. علم الوقف والابتداء أيضا المصاحف المخطوطة، يا إخوة الآن نحن نستخدم في علامات الوقوف علامات السجاوندي رحمه الله أو من بنى عليها، لكن كان في مذهب سابق وهو المشهور تقسيم الوقوف إلى أربعة وقوف، تام وكافي وحسن وقبيح، وكانت بعض المصاحف تستخدم هذه العلامات، والوقت لا يتسع لي، لا أدري إن كانت الصور يعني ستأتيكم أو لا. وطبعاً هاي أربع علوم. العلم الخامس هو علم القراءة، علم القراءات من العلوم الأساسية في المصحف، ودراسة المصاحف قدر ما نستطيع تعطينا، لو نستطيع أن نعمل أطلس جغرافي للقراءات القرآنية، أين كانت تنتشر وفي أي وقت انتشرت، وشيء هذا طبعاً مهم، لأنه مثلاً البعض يقول لماذا انتشرت رواية حفص عن عاصم، والبعض يربطها بمواقف سياسية وهو أمر غير صحيح. الوقت انتهى، وأنا أشكر يعني لحسن استماعكم، وأشكر رئيس الجلسة الذي لم يتح لنا الوقت الكافي لإكمال الحديث. وعلى كل حال، من أحب أن يطلع على بعض تفاصيل هذا الموضوع يمكنه في موضوع في كتاب علوم القرآن بين المصادر والمصاحف، كتاب مطبوع موجود نسخة PDF على النت. وعلى كل حال شكراً، أنا يعني لعلي أوصلت الفكرة البسيطة المتواضعة التي أحببت أن أشارك بها في هذا المؤتمر، وشكراً لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور غانم قدوري الحمد، جزاك الله خيراً على هذه الورقة، والتي في نظري من أهم النقاط التي من الضروري أن يعرفها المسلم لا سيما الباحث، التي تطرق إليه الدكتور، هي زيادة الإيمان واليقين بقطعية ثبوت هذا الكتاب العظيم في وجه المشككين. وقد ذكر الدكتور أشياء مهمة جدا مادية وملموسة وبالبحث العلمي حتى عند غير المسلمين، التي تثبت قطعية ثبوت هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا. تطرق إلى العلوم الخمسة التي تتعلق بالمصحف، وهي الرسم والضبط والعدد والوقف والابتداء، وقد ذكر أمثلة جيدة ومهمة وفيها شيء من الطرافة أيضا، فجزا الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته. ننتقل الآن إلى الورقة الثانية للدكتور كريم أفراق أحمد من المغرب ومقيم في فرنسا، تخرج في جامعة السوربون سنة 2011، وتخصصه هو الفكر الإسلامي من منابعه المخطوطة، ويعني الدكتوراه في تاريخ الكتاب المخطوط، وله مؤلفات لعل من أبرزها العلامة الطاهر بن عاشور فكره وحياته وتاريخ المصحف الشريف وفلسفة اللون في الإسلام، وهو باحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، وأستاذ مشارك بعدد من الجامعات الفرنسية، وكذلك مدير المؤسسة الفرنسية للدراسات الأكاديمية. ورقته كما هي بين أيديكم بعنوان التجديد في الدراسات الإسلامية علوم القرآن الكريم أنموذجا، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. السادة العلماء والأساتذة الفضلاء،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ابتداء الشكر الموصول لهيئة علماء المسلمين بالعراق عموما، قسمها العلمي خصوصا، ولجميع الإخوة الذين سهروا على إحياء هذه الفعالية وتنظيمها. من المعلوم عقلا ونقلا أنه بحال من الأحوال لا يمكن حصر مواضيع الدراسات القرآنية في زاوية بحثية ضيقة يحجر على أيديها واسعا، وبناء عليه فإن للدراسات القرآنية قضايا ما تزال تتطلب جهودا معمقة تنطوي تحتها سبلا متشعبة لم تطرق بعد. هذا من جهة. من أخرى، فإن قسماً وافراً منها يحتاج إلى تجديد للتصور وتجديد لمناهج الدراسة حتى يتسنى لها مواكبة البحوث العصرية المتجددة، بعيداً عن كل نفور من أساسيات لعلوم القرآن الكريم أو خدش لأصول ديننا القويم. لمندوحة من القول أن القرآن الكريم دراسة وتأليفا من أكثر أبواب العلم تفرعا في البحث وغزارة في الإنتاج، يشهد له وفرة التصانيف التي تزخر بها بل وتفخر المكتبة القرآنية فنونا وعلوما يستعصى حصرها. فالقراءات أبواب مبوبة نالت مثلها حظا ونصيبا، علوم الرسم والضبط والوقف والنقط، ناهيك عما خلفت مدارس التفسير والإعجاز والبيان وغيرها كثير. علوم تندرج تحتها فنون نشأت وترعرعت في أجواء علمية راقية الصنعة، أسماء أصحابها ألوف مؤلفة ما بين حفاظ وقراء ومفسرين وخطاطين مصحفيين وغيرهم كثير، خلد الدهر أسماء البعض منهم بماء من ذهب. بدأ أنه رغم ذلك الكم الهائل من المؤلفات التي غدت المكتبة القرآنية والحركة العلمية اللصيقة بها، إلا أن البحث في علوم القرآن لا تزال أرضيته بكراً تفرض تجديد النظر وبعمق في مسائلها المتشعبة ودقائقها المتفرعة، بعيداً عن الركون إلى ما ارتداه المتقدمون أو الفرح بما حرره المتأخرون. ورغم ما ألف في هذا الباب ودون على أيدي أجيال من أهل العلم أفنت الأعمار في تدبر آيات الذكر الحكيم والغور في لجج معانيه ومبانيه، لا يزال كتاب الله غضاً فياضاً لا تنقصه كثرة الواردين ولا يحيط بكنه أسرار بيانه، لا عن قلة تردد المتدبرين. براهين مادية يوحي لسان حالها بأن كلام الله القديم لا تفنى عجائبه ولا تنقضي معارفه، لا سبيل لأحد من العالمين للوقوف على شيء من أسرار منزله إلا بإذنه. من المتعارف عليه أيضاً أن أولى المعارف القرآنية ترعرعت عن طريق الأخذ المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم كونه المعلم الأول والأكبر، حال ظل المعتمد إلى أن وافت سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم المنية، ظهرت على إثره أولى المدارس العلمية، ازدهرت يوماً بعد يوم مع توسع رقعة دار الإسلام ودخول أمم أكثرها من العجم في دين الله الحنيف. فظهرت أولى تلكم المدارس بمكة والمدينة، اقتفت أثر مدرسة العراق، فتحت الباب على مصراعيه لأجيال متتالية من المعالم العلمية القرآنية في مشارق دار الإسلام ومغاربها. بيد أن تلكم المدارس المبكرة وذاك على حداثة سنها وقرب عهدها بالإسلام أولت أول ما أولت جهودها في نقل القرآن الكريم حفظاً وإتقاناً شفاهية في الصدور وكتابية في الصدور. وبناء عليه فقد باتت الدراسات القرآنية بها كحركة علمية وفكرية في منأى عن التدوين، إلى أن ظهر جيل جديد من أهل العلم اتجهت همته إلى التحرير في علم التفسير، إيماناً منه بأنه أم العلوم القرآنية وعين حقيقتها.
فجاءت تفاسيرهم أغلبها لم يصل إلينا، أبوابها متصلة أسانيدها على مذهب مدرسة الحديث، محتكمة إلى المأثور بعيداً عما ارتضاه أهل الرأي منهجاً لأدبياتهم فيما بعد. ثم ما فتئ أن تلتهم طبقة من المفسرين ألبست تصانيفها ثوباً جديداً مزجت فيه بين مدرستي النقل والعقل، إلى حين أن جعلت منه علماً علماً مستقلاً قائماً بنفسه. فكان من أوائل من نحى هذا النحو مقاتل بن سليمان وعبد الملك بن جريج وشعبة بن الحجاج ووكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة، طبقة جاءت بعدها أخرى تقدمها الإمام ابن جرير الطبري، ثم ابن أبي حاتم الرازي، ثم ابن حبان، ثم الحاكم نيسابوري، فابن مردويه إلى جانب جم غفير خلفهم تباعا. وبعد أن قويت العزائم وتزافرت الهمم، نمت وتنمقت بإزاء علم التفسير مصنفات في علوم مستقلة أكثرها اليوم مفقود في موضوعات لها تمام الصلة بالقرآن الكريم، لا غنى للمنكب على دراسة كلام رب العالمين عنها. فظهرت تباعا مؤلفات صنفت في فنون متفرعة أفرغت جهدها في استقصاء موضوعات التنزيل الحكيم، مما يملأ خزائنا كاملة من أعظم دور الكتب في العالم. فكان في طليعة هؤلاء النفر من المصنفين استئناسا لا استثناء الإمام يحيى بن يعمر النحوي، الذي خلد لنا أول كتاب معروف في القراءات، والحسن البصري في عد الآي، وعطاء بن أبي رباح في غريب القرآن، وقتادة بن دعامة في عواشر القرآن والناسخ والمنسوخ، وعبد الله بن عامر اليحصبي في اختلافات مصاحف الشام والحجاز والعراق ومقطوع القرآن وموصوله، وشيبة المدني في الوقوف، وواصل بن عطاء في معاني القرآن، وعمر بن عبيد في أجزاء 360. ثم جاء دور جيل جديد من المصنفين زادوا دائرة التأليف سعة ورفعة وشموخا، فألف أبو عبيد القاسم بن سلام سفره المشتهر في فضائل القرآن، تلاه علي بن المديني شيخ البخاري في أسباب النزول، ثم الحارس المحاسبي في فهم القرآن، وابن قتيبة في مشكل القرآن. ثم تقاطرت التصانيف، فألف في إعراب القرآن أبو إسحاق الزجاج، وفي إعجاز القرآن ابن درستويه، تلاهم الماوردي فألف في أمثال القرآن، إلى جانب ابن ناقية الذي ألف في تشبيهات القرآن. ثم ما لبس أن صنف جريا على عادة هؤلاء الأكابر الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن، والكرماني في متشابه القرآن، وابن البادش الغرناطي في القراءات السبع، وأبو القاسم عبد الرحمن المعروف بالسهيلي في مبهمات القرآن. قناطير مقنطرة من المؤلفات في علوم القرآن يستعصى حصرها، عرف الابن النديم الوراق، وذلك في حدود سنة 77 و300، العام الذي ألف فيه كتابه الشهير الفهرست بأكثر من 250 عنوانا. إن الناظر في هذا الكم المتراكم من العناوين يفهم جليا أن علوم القرآن الكريم نالت حظها الأوفى من حركة التجديد المتواصلة، اجتهد في إعلاء صرحها أجيال من أهل العلم كل حسب مشاربه ومداركه أفنوا في ذلك أعمارهم، وعليه لا يجوز بحال من الأحوال ولا بزريعة من الزرائع التقاعس عن القيام بهذه المهمة الجليلة بل والخطيرة. أي نعم، لقد ظهرت في عصر النهضة الحديثة عشرات المؤلفات التي اختصرت ما تقدم وربما أضافت عليه، خصوصاً بعد ظهور مواضيع جديدة أثارها جدلاً سلة من المستشرقين حفزت على إعادة النظر في علوم القرآن الكريم نصاً وموضوعاً وتاريخاً. لكن هذا الباب الجليل لا يزال بحاجة إلى جهود علمية أكثر تسد النقص المتزايد في جوانب من مباحثه وتعيد النظر في جوانب أخرى، كون هذه الأخيرة تضم الكثير مما يحتاج إلى المراجعة والغربلة والتنقيب.
فمثالا لا حصرا تكاد لا تجد كتابا كافيا شافيا في تاريخ المصحف الشريف أو الرسم أو حتى في علوم القرآن، حيث أنك تفي طلبة الجامعات ما زالوا يعتمدون كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله على كثرة ما فيه من نقائص ومآخذ، أو كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفاني رغم كونه لا يفي علم المصطلح القرآني حقه لا من قريب ولا من بعيد. أي نعم، إن الدعوة إلى التجديد دعوة ذات بال إذا وضعت في إطارها الصحيح بهدف حل المشكلات ودكدكة العقبات التي قد تقف حائلاً أمام تقدم العلوم القرآنية وازدهارها، بيد أنه لا يجب أن يفهم أن عملية التجديد لزاماً لا يمكن أن تكون إلا على غير مثال سابق، كون أكثر ميادينها مستساعة. وعليه يمكن القول بأن عملية التجديد يندرج تحتها أقسام عدة يتقدمها اختراع ما لم يسبق إليه، أو إتمام ما نقص، أو جمع ما تناصر، أو ترتيب ما اختلط، أو تبسيط ما أشكل، أو إحياء ما اندثر، إلى آخره. والحق يقال كسر هم أهل الاختصاص من المتأخرين والمعاصرين الذين انبروا لعملية التجديد في الدراسات القرآنية في ميادين التاريخ والتفسير والترجمة والمصطلح والقراءات والرسم والإعجاز إلى آخره. نذكر على سبيل الإيجاز الجهود المحمودة التي قام بها الدكتور عبد الخالق عضيمة في باب أساليب القرآن الكريم، والدكتور البوشيخي في باب المصطلح، والدكتور غانم قدوري الحمد هو موجود اليوم بين أيدينا في باب القراءات اعتماداً على المصاحف المخطوطة، والدكتور إدهام محمد حنش في باب مقاصد الفن الإسلامي اعتماداً أيضاً على المصاحف المخطوطة، والدكتور زغلول النجار في باب الإعجاز العلمي إلى جانب غيرهم، إلى جانب سلة من المراكز البحثية والمؤسسات الجامعية التي تفانت في إحياء المستطاع من الفعاليات العلمية الأكاديمية في ميادين تجديد الدراسات القرآنية، في مقدمتها مؤسسة الفرقان بلندن باهتمامها بموضوع تاريخ القرآن، ومعهد الإمام الشاطبي باستثماره التقنيات الحديثة في خدمة القرآن الكريم، وهيئة علماء المسلمين في العراق بإحيائها هذه الفعالية المباركة، إلى جانب غيرهم من أصحاب الأيادي البيضاء يطول ذكرهم. إذا أن الحق أيضاً يقال، وذاك على وفرة جميل صنيع هؤلاء، يبقى صنيعهم عزيزاً مقارنة بالجهود الضخمة التي يجب أن تقوم بها الأمة الإسلامية خدمة لحق القرآن الكريم، وذاك في ميادين التاريخ والتفسير والترجمة والمصطلح والإعجاز والمنطق والكلام والفلسفة وغيره كثير. فعلى سبيل المثال، موضوع تاريخ المصحف الشريف الذي ما زال مسارة للجدل وقبلة لجهود لا تتقاعس من طرف بعض الجامعات الغربية التي تحاول التشكيك في قداسة كتاب الله المبين بنية زعزعة عقيدة المسلمين، والحديث في هذا الباب معروف، ومثله باب التفسير الكبير الذي يحتاج إلى غربلة ما أنتجه المتقدمون وتمحيص ما سطر في بطون كتبهم، وذاك من زاوية المصطلح أو الحديث الشريف أو التأويلات الواهية إلى غير ذلك من مواضيع بعضها أخطر من بعض. أما من ناحية الدراسات الخاصة بتاريخ التفسير فقد درجت أعظمها، كي لا نقول كلها، على الاقتصار على الجانب الأفقي الذي يرصد حركة العلم وتطوره عبر الوصف والتعريف بالمراحل التي مر بها أعلاماً ومدارساً وتوجهاً وتجديداً. وعليه تجده غاب عنه تماماً الاهتمام بالجانب العمودي الذي يعنى باستقراء واستنطاق النظريات والمناهج
والإشكالات والقضايا التفسيرية وتطورها والتي تم تداولها على مختلف العصور. إن أهمية المفهوم الفلسفي لتاريخ العلم تتجلى في قدرته على إجلاء مواطن القوة والضعف من أجل الإحاطة بما لا يستقيم فيه قبل استئناف القول فيه على بصيرة من أجل تحقيق التدارك أو التجديد المنشود، خاصة وأن هذا العلم أي علم التفسير من أكثر العلوم الإسلامية تأثيراً في غيرها، وبالتالي في حياة المسلمين الفقه والأصول والمقاصد في مقدمتها. وبما أن الكلام هنا عن علم التفسير فلا مناص من ذكر واحد من أبوابه العريضة ألا وهو المصطلح، حيث أنه لا سبيل إلى استيعاب للقرآن الكريم استيعاباً تاماً دون فهم صحيح لمصطلحاته، كما أنه لا سبيل إلى تعليل ظواهر خطابه أو اكتناه مضامينه إلا بالتمكن من أصوله وفروعه. فبكون مجال المصطلح القرآني مجالاً لصيقاً بدائرة شرعنا الحنيف يجعل منه المفتاح لكل باب، كونه رأس الأمور كلها، خاصة وأن معانيه تتقلب من تخصص إلى تخصص، ظاهرة نعيشها حسب واقع المرء سواء كان لغوياً أو فقيهاً أو أصولياً أو غيره. وبسبب التلاعب أو التهاون بالمصطلح تعرض النص القرآني، وذاك منذ ظهور الفتنة الكبرى وما زال، لحملة تأويلية واسعة من قبل المدارس والمذاهب والفرق تغذيه التعصبات والإيديولوجيات المختلفة إلى درجة التعارض والتضارب. انشقاق يعود الأصل فيه إلى الاختلاف في منهج فهم الوحي الرباني، آلياته المعتمدة ملكتها آدمية أعظمها يسقط بل قل يفرض فهماً ضيقاً على النص الإلهي يعتمد نظريات زادها قليل وعمرها قصير. كيف لا والنص القرآني الرباني وحدة بنائية، صوره وآياته وكلماته ارتباطها كامل أولها بآخرها، لا يرضى التجزؤ ولا يقره بحال من الأحوال. فعلى قدر حاجة الأمة إلى فهم دينها فهماً صحيحاً يواكب تحديات العصر ويطاوع تجديدات مجدديه، تكون الحاجة ماسة إلى حسن التعامل مع المصطلح اجتهاداً واستنباطاً خدمة للصالح العام وتجاوباً مع مقاصد شريعتنا الغراء. فبإحقاقه الحق في الفهم يتصدى علم المصطلح لضبط المفاهيم بنية الإعانة على تصحيح الأفهام الخاطئة والعمل بها وفق ما أقره الشرع وارتضاه المولى في غير إفراط أو تفريط. وبما أن باب علم المصطلح من الأهمية بمكان، فهو الآخر لصيق بعلم القراءات، حيث أن ضبط هذا الأخير يساعد على ضبط فهم العبارات وما يتعلق بها من سياق وتوسع في المعنى وغيره مما هو معروف في هذا الباب. إن علم القراءات القرآنية واحد من أهم علوم القرآن، حيث صرف إليها العلماء كثيراً من عنايتهم وجهودهم من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا، رواية ودراية وتأليفا وتوجيها، كونه موضوع شديد الصلة بنص القرآن الكريم وفهمه قبل نقله كما أنزل أو كما أمر، ضبطا ورسما ووقفا وترتيبا وعدا. من أجله أولى قراء هذه الأمة وحفاظها لهذا العلم عناية خاصة أشبع القول فيها أصولا وفروعا. ولشدة خطر هذا الباب بات لزاماً على أهل الصناعة أن يولوا اهتماماً خاصاً بهذا العلم، خاصة وأن طرقها ورواياتها الكثيرة تكاد لا تحصى. وبما أن علم القراءات له قرابة بعلم الرجال، حيث أن أساسه وعموده الفقري، بات لزاماً أن نهتم بمصدر القراءات والتعرف معرفة تامة برجالاته
طبقة طبقة وجيلا جيلا على غرار ما حرره المتقدمون، لكن بلمسة علمية أكثر دقة تجدد نفسه وتحيي مواته. فرحم الله المتقدمين وبارك للمتأخرين، ورزقنا الله وإياكم التوفيق والسداد، وأشكركم على حسن متابعتكم واستماعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكراً للدكتور كريم إفراق أحمد على هذه الورقة الغنية وعلى تقيدي بالوقت. أيضاً تطرق الدكتور لنقاط مهمة، أهمية علم علوم القرآن وأنها أم العلوم وتتفرع عنها بقية العلوم، أشار إلى جهود العلماء في القديم والحديث وكثرة تآليفهم والتراث الضخم والهائل الذي وصلنا من جهودهم والذي يوجب علينا الاقتداء بهم كما يشير الدكتور، والاستمرار في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وعلومه، لا سيما تجاه الهجمات والتحريفات التي يقوم بها كثير من المستشرقين ومن يتبعهم. والحاجة ما زالت ماسة وكبيرة كما يقول الدكتور، وأشار إلى أهمية التعمق العمودي في علوم القرآن وعدم الاكتفاء بالتطرق الأفقي، وكذلك الاهتمام بالمحافظة على المصطلح القرآني من التأويلات البعيدة والغريبة والتي لا تستند إلى أصول. أعتقد هذا من أهم الأشياء. ذكر أسماء مهمة ولامعة في القديم والحديث ربما معروفة لديكم أو لدى أكثركم. الآن ننتقل إلى الورقة الثالثة وهي للأستاذ الدكتور محمد آيدن من تركيا، الحاصل على شهادة الدكتوراه، ويعني وكانت رسالة الدكتوراه في الأسماء الحسنى ومناسبتها للآيات التي ختمت بها. هذا كما تعلمون بحث عظيم جدا وبليغ ولطيف وفيه بعض أسرار البلاغة القرآنية. أيضا هذا كان ماجستير الأسماء الحسنى ماجستير. كتب عندي الدكتوراه. دور التنزيل الدكتوراه. نعم الماجستير كان في سنة 1989 والدكتوراه سنة 1994، والتخصص كان التفسير وعلوم القرآن. من أهم الوظائف التي تقلدها أنه أستاذ في كلية الشريعة بجامعة قطر، ومن أبرز مؤلفاته كتاب درة التنزيل وهو 3 مجلدات. ورقة الدكتور محمد آيدن كما هي أمامكم بعنوان حاجة التفسير إلى التجديد، ضوابط متعلقة بالمفسر والتفسير، فليتفضل الدكتور مشكورا مأجورا. شكرا رئيس الجلسة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحييكم أولا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. سأتكلم خلال هذه الدقائق المحدودة عن حاجة التفسير إلى التجديد، كما ذكر فضلة الشيخ ضوابط متعلقة بالتفسير والمفسر. أولا كلمة تجديد كلمة محبوبة، يعني كلمة ليست مذمومة، يعني نحن بحاجة إلى تجديد، ليس اليوم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، التجديد بدأ واستمر، يعني نحن اليوم يعني حاجة أكثر مما سبق إلى العودة للقرآن الكريم فهما تفسيرا وتأويلا. أنا أضفت كلمة تأويل لأنني سأربط هذه الكلمة بالتجديد. أولا القرآن الكريم مصدرنا الأول في الأخلاق والتشريع والمعرفة، والتجديد في بيان القرآن وتفسيره أمر ضروري. إلى متى؟ إلى يوم القيامة. لماذا؟ من أجل جذب قلوب الناس إلى القرآن وإفهامهم إياه فهما صحيحا كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. هنا ولا مانع من لتحقيق ذلك من استخدام أساليب مختلفة للتفسير، مثل التفسير التحليلي،
التفسير الموضوعي، التفسير المقارن، والتفسير الإجمالي. هناك غرض خاص، ماذا؟ أنا أريد أن أوصل المعلومات إلى أفهام المخاطبين. شخص يستخدم أسلوب التفسير التحليلي، والثاني التفسير الموضوعي والإجمالي، وهكذا. لكن كل هذا الأسلوب له مزية. مثلا التفسير التحليلي يأخذ الآية حسب ترتيب المصحف، سواء تناول جملة معينة أو سورة كاملة أو القرآن كله، ويبين كل ما يتعلق بالآية من المعاني والبلاغة وأسباب النزول والأحكام والحكم المستخرجة من الآيات، يعني من جميع الجوانب. التفسير الإجمالي هذا يحتاج إلى بعض الناس مثلا لا يريد أن يتوسع في المعلومات البلاغية واللغوية، يحتاج إلى معلومات سريعة. نحن الآن في عصر الوقت كالسيف، يعني إن لم تقطعه فإنه يقطعك. نحتاج إلى معلومات سريعة لإيصال المعلومات إلى أذان الناس. ممكن شخص يقرأ تفسير الإجمالي ليتعرف على القرآن الكريم، ما الذي أمر الله به وما الذي نهاه عنه مثلا. إذن التفسير الإجمالي هو بهذا الأسلوب يعمد المفسر إلى بيان المعنى العام بدون تفاصيل للآية، دون أن يتطرق إلى الأشياء الأخرى، تمام؟ مثل من التفاسير المعاصرة لمن؟ تفسير المراغي مثلا، التفسير الواضح لمن؟ لهجازي. طيب التفسير المقارن أيضا هذا أسلوب جديد، يعني كاسم كمصطلح. ما بهذا الأسلوب يعمد المفسر إلى جمع الأقوال في التفسير، ثم يقارن بينها، تمام، مع ما ترجيح ما يراه راجحا. هذا الأسلوب الآن في هذا القرن انتشر. مثلا أنا عندما كنت طالبا في مكة المكرمة كنا ندرس روائع البيان تفسير آيات الأحكام لشيخ صابوني، هو الذي كان درسنا أيضا رحمه الله رحمة واسعة، يعني كتابه هو درسنا. أنا وجدت فيه ترتيب جميل جدا، وفي آخر كل مجموعة من الآيات في ترجيح، يعني هذا الأسلوب يشغل المخ. الترجيح شيء جيد، الترجيح فيه التجديد، هذا الترجيح ممتاز جدا. الذي يرجح عنده ملكة في الترجيح يستطيع أن يأتي بشيء جديد. إذن نأتي إلى تفسير بسرعة عشان من أجل الوقت. التفسير الموضوعي يجمع الآيات من غير مراعاة لترتيب المصحف. التفسير التحليلي في ترتيب المصحف، لكن ترتيب الموضوعي ليس هناك ترتيب حسب ترتيب المصحف، يعني يجمع الآيات في موضوع واحد أو مجموعة مثلا من سور كالحواميم في مكان واحد ويفسرها. إذن الأفاضل، هنا أستطيع أن أقول هذه الأساليب الآن مشهورة واستخدمت وتستخدم، ولكننا نحتاج إلى ماذا؟ إلى التجديد من جديد. الآن كثر التطرق إلى الطعن في القرآن الكريم بشتى الوسائل. إذن أنا ماذا سأعمل؟ سأحاول أتي بأشياء جديدة للدفاع عن القرآن. كلما سقمت أفهام من يتصدى له تأييدا لمذهبه العقدي أو الفقهي أو صراع إيديولوجي مما أبعد التفسير عن مسماه الأصلي وهو بيان معاني القرآن. هناك من يقتصر على فهم المعاني الجزئية للمفردات فقط دون ربطها بالمعاني الكلية للآيات، مما يعد التفسير أن يستفيد منه عموم الناس في مجالس الوعظ والإرشاد. في الحقيقة أنا أريد أن أأتي بكتابين كنموذجين، ثم ممكن أضيف نموذج آخر مما أراه فيه تجديد. فضلت الشيخ دكتور يوسف، تفسير النكت والعيون للماوردي، زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي،
هؤلاء ماذا فعلوا؟ ما هو الجديد عند هؤلاء؟ عشان الطبري ذكر الأقوال بالسند تمام؟ لكن جاء أن صاحب النكت والعيون الماوردي ذكر الأقوال وبعده ابن الجوزي يقول لك في معنى هذه الآية خمسة أقوال لو تدور الدنيا لا تجد قولا سادسا. وأنا في حقيقة أعجبت بهذين التفسيرين. أنا حاولت هل أجد قولا آخر. عندنا في قطر في رسالة الماجستير في التفسير قلنا إضافة الماوردي إلى التفسير بكلمة يحتمل ويجوز رسالة علمية يعني ماجستير. لكن الأصل يعني الذي حاول أن يجد قولا آخر لم يستطع وأنا لم أجد. مثلا على سبيل المثال ماذا يقول ماوردي؟ يقول لك في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم ثلاثة أقوال، أحدها طلب الولد وهو قول مجاهد وعكرمة وسدي، والثاني ليلة القدر وهو قول ابن عباس، وكان يقرأ وابتغوا ما كتب الله لكم، والثالث ما أحل الله تعالى لكم ورخص فيه، وهذا قول قتادة وليس هناك قول آخر. إذا ما هو الجديد؟ الجديد هو أولا هناك تنوع في التفسير بشرط ألا يكون هناك تضاد، يأتي مفسر مثلي أو غيره يختار من بين هذه الأقوال قولا كما فعل الطبري. الطبري ماذا فعل؟ يذكر الأقوال بسنة يقول له أصوب الأقوال عندي. ولكن الماوردي وابن الجوزي مع الأسف الشديد عادة لم يرجحوا، يعني لم يرجح طبري شيء ماوردي ولا ابن الجوزي قولا من هذا، سردوا الأقوال. هذا خدمة للتفسير جزاهم الله خيرا ورحمهم الله رحمة واسعة. هناك ضوابط متعلقة بالمفسر، نحن نريد التجديد. يعني هل كل من يفهم التفسير أو يقرأ يأتي بشيء جديد؟ لا، ننظر. أولا هذا الرجل الذي يريد التجديد لا بد أن يكون عالما باللغة وأسرار اللغة العربية، هذه النقطة الأولى. يعني شرح الكلمات الواحدة لا تكفي تمام؟ هذا واحد. علم النحو والصرف لا بد أن يكون عالما باشتقاق الكلمة. مثلا الرجل إذا لا يعرف اللغة العربية يقول له مثلا الله يقول في القرآن الكريم وإذ نجيناكم من آل فرعون، وفي آية أخرى وإذ أنجيناكم، يعني هل نجينا هنا التفعيل من أجل التكثير؟ يقول السيبوي هنا نجينا ليس من باب التكثير وإنما هو تنوع في الأسلوب. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قال الشخص أنا أضعت الفلوس شيء، أنا ضيعت الفلوس، هل ضيع فلوس كثيرا؟ يقول لك لا، ضيع هنا بمعنى أضاع. إذن الرجل الذي يريد أن يأتي بشيء جديد لابد أن يطلع على ما كتب من قبله من التفاسير والأقوال. علم القراءة لا بد منها، أسر فضلة الشيخ لا تخف، علم أسر الدين وأسر الفقه أسباب النزول، هذه الأشياء كلها مطلوبة. الآن عندنا في تركيا ترى بعض المجلات منتشرة، مجلات يعني دينية تمام، يأخذ الرجل يقرأ المجلة ولا يرجع إلى المصدر الأصلي وثقافته من المجلة فقط. هذا شيء لا يجر الإنسان يتقدم علميا في نظري أنا. الذي يريد أن يفسر لابد أن يكون عالما باللغة العربية، هذا شرط أساسي، شرط أساسي لمن يريد أن يفسر القرآن الكريم. علم السيرة النبوية لابد الشخص يعرف حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الترجمة العلمية للقرآن الكريم تمام. علم الرجال لابد من علم معرفة حياة الصحابة رضوان الله عليهم. علوم الإنسان أترك هذه الأشياء. العلم بالكافرين أنت لابد أن تعرف الكافر. نحن الآن هؤلاء درسونا قالوا علم الاستشراء تمام، نحن علينا أن نعلم من هؤلاء. يعني لابد من الإطلاع على حياة الكفار وأنظمتهم وتشريعاتهم
والوقوف على أفكارهم واهتماماتهم، وبخاصة المعاصرين منهم، تمام؟ ليش؟ ليحسن فهم الآية. بالله عليكم، الصفة الأولى من سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هل هذه الآية تنطبق على جميع الكفار؟ لا. يقول المفسرون هنا إن الذين، هذا الاسم الموصول يفيد تسجيل، تسجيل الماركة، هي ماركة مسجلة، هؤلاء عندهم الكفر وصل إلى ذراتهم. إذن إن الذين كفروا سواء عليهم، يعني الصناديد قريش، مو كل كافر، سواء عليهم أنذرتهم. إذا لا تعرف هذه الأشياء أنت تخرب الناس وتخرب نفسك أولا. لابد من الإطلاع على ما كتب سابقا، وعلى أن يكون، لابد أن يكون مفسر عالما بهذه الأمور. ما الذي يفيده اسم الموصول مثلا؟ نقاط مهمة جدا. إذن على المفسر المجدد أن يحاول بيان وإيصال هداية القرآن للناس، هذا هو وظيفته الأصلية، تمام؟ ملتزما بالمنهج السليم، متحليا بالعلوم التي تقدم ذكرها قبل قليل، مستفيدا من جهود من قبله من المفسرين. الرجل لا يطلع على الطبري، بالله عليك هو يقرأ الآية يقول أنا لا أنظر إلى كتب الفقه، تتعب يعني تضيع وقتا كثيرا. العلماء رحمهم الله تعبوا. أنت إذا أردت أن تضيف شيئا جديدا لابد من أن تطلع على ما كتب سابقا، وإلا لا تأتي بشيء جديد، والله أعلم. إذن لابد أن يكون واضع نصب عينيه أن التجديد في صلاح الأمة، تمام. هناك أشياء أخرى ذكرها باحث دلال السلمي، مثلا يقول لك لابد فهم مقاصد الشريعة، أنا لا أريد أن أتطرق إليها، تكلم عنها. هذه النقطة مهمة، القدرة على تنزيل الآيات على الواقع. الرجل هذا لا شيء جديد، تنزيل الآية على الواقع، تمام، يعني مقابلة الأحداث المعاصرة للمفسر بما يشابهها في كتاب الله، هذا هو الجديد. يقولون لا جديد، لا جديد تحت الشمس. هناك جديد. ما هو الجديد؟ نقل المعلومات إلى أفهام المعاصرين بلغة يفهمونها وبأسلوب جديد وفي ثوب جديد، هذا هو الجديد. نعم. اللهم صل على الحبيب. إذا هناك علوم أخرى لابد منها. في الحقيقة أنا الحمد لله فرحت بأنني أوصلت المعلومات التي كنت أريد إيصالها. هناك نقطة أخرى أيضا الإخوة الأفاضل، يعني تمام، القدرة على الاستنباط. الآن أتكلم عن ضوابط متعلقة بالتفسير. الشخص الذي يريد أن يفسر القرآن في يوم من هذا لابد من أن يعتمد أو يعلم قدسية القرآن. الآن مشكلة جديدة، الآن حتى عندنا في تركيا في بعض الكليات، كلية الإلهيات، أنا أصلا أستاذ أيضا في كلية الإلهيات جامعة سكاريا، يعني في أفكار جديدة، يعني يقول لك هذا مثل، يعني الغرب عندهم مشكلة بالنسبة للكتب المقدسة، كتبهم غير محفوظة، ولكن كتابنا محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هنا أخونا فضيلة الأستاذ الدكتور إدريس شنغل، هو أستاذ في جامعة أنقرة، عندهم خاصة هذه الأمور مشهورة جدا، هذه الأفكار متضادة للقرآن، أليس كذلك فضيلة الشيخ؟ عندهم مشاكل كثيرة في أنقرة. أيوة نعم. المهم يعني أنا حبيت أن أخبر، هناك الناس يعني ليس عندهم إلمام قوي باللغة، يقرأ من المجلات وبعدين يعتمد على ما على الكتابات الموجودة في الغرب، بعدين يشكك الناس. مشكلة، هذه مشكلة كبيرة جدا الآن.
طيب بارك الله فيكم أن يكون تمام مؤمنا، يعني لابد أن يكون المفسر مؤمنا بأن هذا كتاب من الله. يعني الذي لا يعتقد هذا، إذن هذا الرجل لم يستفد من القرآن، كيف يفسر ويفيد الآخرين؟ أولا أنت تستفيد تعيش ثم تنقل المعلومات، لابد من أيضا اعتماد السياق. الشخص ليس له على لا ينظر لا السياق ولا اللاحق ولا السابق. هذا الرجل لا يمكن أن يكون ناجحا في تفسير القرآن، لأن السياق هو الذي يعين المعنى، لابد منه. كيف هو لا يعرف، لا ينظر لا إلى الأول ولا إلى الأخير، وعلى طول يقول أمام الآية أن أفسرها، هذه مشكلة أخرى أيضا. يعني لابد من مراعاة السياق. تمام. أنا أريد هنا الشيء الأخير، خلاص، العلاقة بين التأويل والتجديد. لماذا الإمام الطبري سمى كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن؟ قال الخطيب الإسكافي: الكتاب الذي أنا حققته اسم الكتاب درة التنزيل وغرة التأويل. كلمة تأويل. النسفي ماذا قال؟ شيء أولا البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. كلمة تأويل. نأتي إلى النسفي قال: مدارك التنزيل وحقائق التأويل. هذا التأويل هو يعطي لنا مجالا، ليش؟ يعطي لنا مجالا لنتكلم حول معنى الآية. الطبري ابن عطية مثال واحد يكفينا إن شاء الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ماذا قال الطبري ابن عطية؟ قال هذا، شو كلام ابن عطية دقيق جدا: هذا خبر منسحب إلى الزمن كله. من أين أخذه؟ لام الابتداء، نون التوكيد. طيب لماذا قال خبر؟ ليش؟ لأنه لا يقع النسخ في الأخبار. شوف اختيار كلمة أو لفظ مهم جدا، قال هذا خبر منسحب على الزمن كله. شوف في عهده كان هذا جديدا، إذن التجديد مستمر إلى يوم القيامة. حتى السيد قطب رحمه الله كان ذهب صباحا إلى المسجد، وجد واحد يوم الجمعة للخطبة، وجد الإمام يتكلم عن أشياء أخرى، قال لابد من الرجوع إلى الآية القرآن مباشرة بدون أي إضافة أخرى، ونكتفي بهذا القدر. دقيقة. لماذا ذكرت هذا الكلام؟ له كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم سيد قطب، وأيضا ذكر قصة لماذا لم يسمي كتابه في ظلال تفسير القرآن، قال في ظلال القرآن، يعني لم يكن مدعيا بأن ما كتبته هو تفسير للقرآن الكريم، قال في ظلال القرآن، كما سمى عبد القاهر الجوجاني ماذا قال؟ دلائل إعجاز القرآن، ما قال إعجاز القرآن. هذا أدب، يعني اختيار، يعني الباقون يعني ليس فيهم شيء. المهم التجديد في التفسير أمر مطلوب في كل زمان وفي كل مكان لإيصال المعلومات إلى أفهام المعاصرين. أنا أعيش في تركيا وأنت في العراق، ولكل بلد أسلوب خاص. تمام. التقيد بالضوابط شرط أساسي لمن يريد أن يفسر القرآن بأسلوب جديد. وأكتفي بهذا وأشكركم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور محمد آيدين، جزاه الله خيرا على هذه الورقة، تطرق فيها إلى أهمية ضرورة التجديد في التفسير، كما أشار إلى أنواع من التفسير كالتفسير التحليلي، التفسير الموضوعي، والتفسير المقارن، والتفسير الموضوعي. نعم موضوعي. وأشار إلى ما أشار إليه الدكتور كريم أيضا، وأكد على ضرورة استمرار مسيرة التجديد في عصرنا الحالي، لا سيما في وجه حملات التشكيك في هذا الكتاب الكريم،
وأشار إلى بعض المميزات لبعض التفاسير المشهورة كتفسير الطبري الذي يستوعب الأقوال بأسانيدها ثم يرجح، وأشار إلى تفسير الماوردي النكت والعيون وتفسير ابن الجوزي زاد المسير، وأشار إلى أنهما استوعب الأقوال أيضا لكنهما يعني لا يرجحان في العادة أو في الغالب، وإنما يجمعون الأقوال لتكون يعني مجموعة أمام الباحث والمفسر، وهذا نوع أيضا من التجديد كما أشار الدكتور. أشار إلى ضوابط وأشياء ضرورية وأدوات للمفسر المجدد، منها العلم بالعربية كالنحو والصرف وغيرها، العلم بالقراءات، علم السيرة باعتبارها الترجمة العملية لكتاب الله تعالى وحياة الصحابة، كذلك العلم بالكفار وأحوالهم وحيواتهم وأفكارهم وغير ذلك، الاطلاع على ما كتبه السابقون. لا يمكن أن يجدد الإنسان تجديدا صحيحا وهو مقطوع الصلة عما كتب سابقا من أهل العلم المتخصصين. لا بد أن يكون المفسر المجدد عارفا بأهمية التجديد وضرورته. أشار إلى نقطة مهمة وهي القدرة على تنزيل الآيات على الواقع، هذه من أهم الأشياء للمفسر المجدد حتى يربط الواقع بالكتاب. أيضا أشار إلى أن يكون عند الإنسان يقين بقدسية القرآن وأنه من عند الله وأنه محفوظ، وكان يشير إلى يعني التشكيكات التي الآن يعني توجه لكتاب الله سبحانه وتعالى. أشار إلى نقطتين أخيرتين وهي مراعاة السياق ودور السياق وأهميته في معرفة المعنى الصحيح، وكذلك أشار إلى التأويل الذي هو ربما يقصد أو يشير إلى أنه أبعد من مجرد التفسير الحرفي أو التفسير اللفظي أو يعني المعنى المباشر. يعني هو فهم ما وراء النص، نسيت أن أقول فهم ما وراء النص أو ما يسمونه الفحوى مثلا أهميته. أشار إلى أن كثير من المفسرين يعني ذكروا كلمة التأويل في عناوين تفاسيرهم، هذا أهم ما ذكره الدكتور في ورقته، جزاه الله خيرا. ننتقل الآن إلى الورقة الرابعة وهي للدكتور محمد عبد الكريم الشيخ، الدكتور معروف وهو أمين عام رابطة علماء المسلمين، حامل لشهادة الدكتوراه، ورسالته في الدكتوراه هي أهل القبلة وحقوقهم الشرعية، وقبلها الماجستير ركائز الاستقامة في الكتاب والسنة، الدعائم، العوائق، الثمرات. تخرج في جامعة الخرطوم حيث نال شهادة البكالوريوس في سنة 1990 والماجستير في سنة 2002، وكان تخصصه في الدراسات الإسلامية وعلم القراءات والتفسير. تولى عددا من الوظائف منها في تسعينيات القرن الماضي كان مساعد تدريس جامعة القرآن الكريم بأم درمان في السودان، وكذلك أستاذ مساعد في جامعة الخرطوم سنة 2004، رئيس قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الخرطوم من 2005 إلى 2014، وهو يشغل حاليا كما أشرت منصب الأمين العام لرابطة علماء المسلمين. له عدد من المؤلفات من أبرزها علاج الوسوسة في العقيدة، ضوابط السلام في شريعة الإسلام، المسجد الأقصى، وقفات وعبر. ستكون ورقة الدكتور محمد عبد الكريم الشيخ عن القراءات القرآنية واختلاف المعاني، فليتفضل مشكورا، والوقت 15 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، فجعل هذا القرآن فيه نبأ ما قبلنا وحكم ما بيننا، وجعله الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، وجعل هذا القرآن مائدة العلماء لا يشبع منه أهل العلم ولا تنقضي عجائبه. هذا الكتاب الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين
وخير من قرأ القرآن الكريم وأقرأه، وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. هذه الورقة التي تتصل بالقراءات وعلاقتها باختلاف المعاني هي تأتي في سياق بيان عدم انقضاء عجائب القرآن الكريم، وأن هذا القرآن الكريم كما أخبر الله عن كلماته: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فهذا القرآن مليء بالكنوز والجواهر وحلول المشكلات، وبين يدي الحديث عن هذه الورقة لا بد أن أشير إلى كلمة التجديد. هذه الكلمة التي ينبغي أن تقع في قلوبنا موقعا حسنا، وألا يعني تؤثر يؤثر الشغب الذي دار حول هذه الكلمة على تعاملنا معها، فنحن أحوج ما نكون إلى التجديد حتى مع إيماننا، كما ورد عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. فنحن أحوج ما نكون بين الفينة والأخرى أن نجدد إيماننا، لأن الإيمان يضعف في قلوبنا، والسبيل إلى ذلك هو بالمطابقة بين ما نقرأه من الكتاب المقروء وما بين أيدينا من الكون المفتوح. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم أيضاً ما يتصل من جهة القيام بأعباء هذا الدين، فنحن أصحاب رسالة وخاصة أهل العلم، فإنهم يجب عليهم أن يقدموا هذه الرسالة وأن يجددوا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً بشرنا كما في حديث أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. وهذا الحديث يعني كما قال السيوطي في الإتقان أجمع الأئمة على تصحيحه، صححه الحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل وابن حجر من المتأخرين، فهو حديث صحيح. واختلف العلماء في طريقة التجديد، أهي الفردية أم الجماعية أيضا تصدق على هذا المعنى، وهذا الصحيح أن الأمر واسع في هذا الباب. فإذا الشغب الذي حدث إزاء التجديد لا ينبغي أن يجعلنا يعني نقدم رجلا ونؤخر أخرى للقيام بأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن. طيب، عندما نتحدث عن التجديد في مسألة القراءات، كيف يكون التجديد في علم القراءات؟ علم القراءات هو علم توقيفي من جهة الأداء القرآني، من جهة الرسم أو من جهة النطق، فلا مجال لإضافة شيء فيه، ولكن التجديد فيه مفتوح من جهتين: الجهة الأولى من جهة الوسائل المعينة على ضبط هذا العلم وحسن أدائه. الأوائل حينما بدأوا في مشروع التجديد في هذا العلم يعني قاموا أولاً يعني ابن مجاهد رحمه الله تعالى الذي جمع 7 في كتابه، حاول أن يتتبع أمر التواتر لدى الأئمة القراء، وانتهى به علمه إلى أن القراءات المتواترة تقف عند هؤلاء 7، عند نافع وابن كثير وأبي عمرو بن العلاء البصري والدمشقي وحمزة بن حبيب بن الزيات والكسائي وعاصم. ولكن محمد بن الجزري رحمه الله تعالى جاء فبين بأن التواتر يتعدى هؤلاء 7، وأن التواتر يتعدى إلى 3 الذين بعضهم هم من شيوخ هؤلاء 7، كأبي جعفر يزيد بن القعقاع القاري الذي هو شيخ نافع رحمه الله تعالى. وبالتالي أثبت أيضا صحة دخول 3 في هذا، كما قال يعني صاحب المراقي: مثل 3 ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر، تواتر 7 عليه أجمع، ولم يكن في الوحي حشو يقع. فبهذا جدد يعني ابن الجزري رحمه الله تعالى أمرا مهما في هذا العلم،
أنه أدخل الثلاثة إلى جانب السبعة، فأصبحت القراءات المتواترة التي تعلمها الأمة هي القراءات العشر، وما عدا ذلك هي من القراءات الشاذة. طيب، إذن هذا التجديد نراه في أبي عمرو الداني في كتابه التيسير. ثم جاء الشاطبي رحمه الله تعالى من الأندلس، واستطاع أن ينظم التيسير وأن يزيد عليه قليلا، فأصبح ما كتبه الشاطبي رحمه الله تعالى حجة على المسلمين، يعني لدرجة أنك لا ترى اليوم أو قل أن تجد اليوم أحدا يجمع السبعة دون أن يمر على هذا النظم العظيم الذي قال فيه الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. فإذا الأوائل بذلوا جهدهم في قضية تطويع الوسائل بما في ذلك النظم الشعري من أجل يعني تقريب هذا العلم وضبطه في هذا الاتجاه. طيب، ما هو التجديد الذي يمكن أن يكون في القراءة في هذا العصر؟ في الحقيقة أيها الإخوة الكرام، أيها المشايخ الفضلاء، هذه مسألة يعني أخذت مني قسطا من التفكير في طيلة ما أكرمني الله تعالى به من التخصص في علم القراءات وملازمة كثير من الأشياخ. إن أعظم ما كان ينبغي أن تتجه إليه الجهود في علم القراءات بالنسبة من الناحية التجديدية في هذا العصر هو التوثيق الصوتي الدقيق لهذه الروايات وهذه القراءات تحت إشراف لجان متخصصة. وهذا الذي ابتدره أو بدأ به فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور عبد العزيز قاري حفظه الله تعالى وشفاه، عندما كان رئيسا لقسم القراءات في جامعة المدينة النبوية، ووضع لذلك مشروعا طموحا في جلب أو في استدعاء أولا علماء العصر في القراءات كالشيخ الزيات وغيره، وأيضا محاولة إيجاد الذين يتقنون هذه القراءات، وبدأ المشروع، ولكن للأسف الشديد توقف المشروع لأنه إحنا نعيش أزمة في أن كثيرا من الكليات والمشروعات العلمية هي رهن الأمزية الرسمية في يعني وضع هذا وخلع هذا ووضع إلى آخر ذلك. المهم أيضا تجدد هذا الأمر عندما كان هنالك ثمة مشروع أيضا في قطر بعنوان نون للقرآن وعلومه، وشاركنا في هذا المشروع أيضا بالاتصال ببعض مشايخنا الكبار والإشراف على بعض القراءات، وكان من ضمن هذا المشروع بعض القراءات التي يسر الله تسجيلها في مصر على يد المقرأة المصرية ورئيسها آنذاك شيخنا المعصراوي حفظه الله. إذن هذا الجانب يعني هو الجانب الذي ينبغي أن يكون فيه التجديد، التوثيق الصوتي لهذه القراءات بصورة دقيقة تحت إشراف اللجان. ما يتصل بموضوعنا هذا هو الورقة، هو الموضوع الثاني من جهة علاقة هذه القراءات بالمعنى، وهو مقصودنا في هذا البحث. القراءات القرآنية التي جعلها الله تعالى ميزة لهذا الكتاب العظيم، هذه القراءات القرآنية تنزل منزلة الآيات في استقلالها، وهذه المسألة مسألة العلاقة بالمعنى. ماذا نقصد باختلاف المعاني؟ الاختلاف الناشئ في المعنى بسبب التغيير في بنية الكلمة أو إعرابها، ونحن نعلم أن هنالك من ألف في الألفاظ المختلفة المعاني حسب اختلاف الشكل، كابن مالك رحمه الله تعالى في كتابه الإعلام بمثلث الكلام، ويعني ومثل هذا الاختلاف للمعاني باختلاف الشكل أيضا. طيب، إن الاختلاف ينقسم إلى قسمين كما نعلم جميعا: اختلاف تضاد واختلاف تغاير وتنوع. اختلاف التضاد لا يجوز وهو منفي في القرآن الكريم، ولم يقع في القرآن الكريم قولان متنافيان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فمن هنا يعني فإن هذا العلم الذي هو علم القراءات فيما يتعلق بعلاقته
بالمعنى، ولا أريد أن أستطرد في مقدمات تعرفونها من جهة نشأة هذا العلم وقراءة الصحابة بما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المهم في هذا الباب هو ما أريد أن أصل إليه، أن الحجة في إثبات المعاني من جهة القراءات إنما ما يتصل بالقراءات المتواترة، هذه التي لها حجيتها في مسألة المعنى. وهذه القراءات المتواترة هي التي أشار إليها ابن الجزري رحمه الله تعالى في نظمه: وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل شرط أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. فهذه الشروط تفيد أن ما يعني ما كان في هذه الشروط هو القرآن المتواتر، وما شذ عن هذه الشروط فهو القراءات الشاذة التي بعضها مدونة، والمدونة منها هي الأربعة، وما خرج عن ذلك فإنه غير مدون. طيب، ما هو الأثر، أثر القراءات بالنسبة للمعاني، وما هو وجه التجديد؟ يعني ما الذي يمكن أن نقوم به في هذا الاتجاه في مسألة التجديد لعلاقة القراءات باختلاف المعاني؟ ثمة قاعدة أساسية تقول: كل اختلاف في أداء الألفاظ القرآنية مما له أثر في التفسير والمعاني فإنما هو اختلاف تنوع، وهذه القاعدة محل إجماع، كما قال يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الأئمة متفقون، الأئمة المتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم، متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضا خلافا يتضاد فيه المعنى ويتناقض، بل يصدق بعضها بعضا. بناء على هذه القاعدة التي أشار إليها ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، أن هنالك أمران: الأمر الأول أن الاختلاف في القراءات منه ما له أثر في التفسير ومنه ما له ما ليس له أثر. الثاني أن الاختلاف لا يخرج عن كونه اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد في هذا المعنى. طيب، العلماء قسموا هذه القراءات بالنسبة للمعنى إلى ما له أثر وما ليس له أثر. ابن الجزري رحمه الله تعالى وضع يعني عددا من المحددات بالنسبة لهذا التنوع، ومثله ابن يعني الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى أيضا في التحرير والتنوير، يعني هم بنوا هذه المسألة على هذه الثنائية، أن هنالك ما له تأثير وهذا له أثر في المعنى، وهنالك ما ليس له تأثير مما له علاقة بالأداء اللفظي بالنسبة للقرآن الكريم. والحقيقة يعني هنالك يعني بعض الاستدراكات على بعض هذه الثنائية، لضيق الوقت لا أستطيع أن أستطرد، لكن أقول أيها الأخوة الكرام، يعني إن التجديد في مسألة علاقة القرآن باختلاف المعاني يحتاج منا إلى أن ما ذكر الأستاذ قبل قليل الدكتور، إلى أن نقرب أثر القراءات على اختلاف المعاني في وقتنا هذا. وأضرب مثلا على ذلك بالموضع الذي قرأه الشيخ الفاضل في افتتاح هذا المؤتمر المبارك، في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين. هكذا قرأ حفص وحده من الرواة العشرين، وحده قرأ العالمين، في إشارة إلى أن تلك الآيات ينتفع بها العالمون، يعني من يكونون من أهل العلم، لكن جمهور الرواة قرأوا: إن في ذلك لآيات للعالمين. إذن يعني الله سبحانه وتعالى من جهة يبين لنا بأن هذه الآيات مبثوثة، يعني يصل إليها كل أحد ولو لم يكن عالماً، ولا ينتفع بها على الحقيقة في الكمال والتمام إلا من كان من أهل العلم في ذلك. أختم يعني بأن يعني هنالك في هذه القراءات من سعة المعاني ومن يعني فتح الباب واسعا يعني في قضية استجلاب المعاني الشيء الكثير. مثلا على سبيل المثال، قوله عندما نقرأ للجمهور: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يأتي رويس فيقرأ من العشرة عن يعقوب: فلما تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا، افتضحت الجن.
الجن افتضحت، افتضح أمرها بين يدي هذا الموقف. مثلا من قراءة أبي جعفر: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت، الله تعالى يقول عن نفسه، متخذ المضلين عضدا. أبو جعفر يقرأ: ما أشهدناهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وما كنت متخذ المضلين عضدا. انظروا كيف أن هذا المعنى أصبح شيئا آخر. يعني ما ينبغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أولئك القوم، يعني أن يتخذهم أولياء من دون الله عز وجل، إلى آخر ذلك. الذي أنصح به أو الذي أوصي به أن علم القراءات في علاقته باختلاف المعاني ينبغي أن يكون مادة أصيلة وثيقة الصلة بعلم التفسير. لا ينبغي أن لطلبة علم أو كليات التفسير أو أقسام التفسير أن يقرأوا القراءات كمادة إضافية أو أن يمروا عليه مرورا خاطفا، بل ينبغي أن يمروا على هذه القراءات في استعراضها، استعراض جزء يعني مهم منها من القرآن الكريم، حتى تكون عندهم الدربة على كيفية يعني الاستفادة من اختلاف القراء في إثراء المعاني القرآنية. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا الدكتور القاري محمد بن عبد الكريم الشيخ على هذه الورقة المفيدة والممتعة. تعرض فيها الدكتور، سأتكلم على وجه السرعة إن شاء الله، إلى كون هذا القرآن لا تنقضي عجائبه وأنه فيه الكنوز وحلول المشكلات التي يواجهها المسلمون وربما غيرهم أيضا، وإن التجديد معنى جميل وأصيل وشرعي، ولا ينبغي أن تحملنا الجهود التي شابها بعض الخلل في عملية التجديد أن نزهد فيه أو ننفر عنه، فقد ورد في الآتاء في النصوص الشرعية، وقد ذكر الدكتور حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. والحمد لله نحن نتدارس كتاب الله، ونحن كلنا أمل ورجاء في رحمة الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا في هذه الجلسة المباركة التي اجتمعنا فيها على كتاب الله تعالى. وأشار إلى الحديث حديث أبي داود الصحيح: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ومعنى هذا التجديد وما ذكر فيه ذكر فيه العلماء من كونه قد يكون فرديا وقد يكون جماعيا. علم القراءات توقيفي، قد يقول قائل: ما علاقته بالتجديد؟ إذن ذكر الدكتور بارك الله فيه أن التجديد فيه من جهتين: الأولى الوسائل التي يثبت بها هذا العلم، وقد ذكر ما فعله ابن الجزري حيث جدد في ذلك وأضاف القراءات 10 إلى المتواتر، وجهود أبي عمرو الداني بعده والشاطبي الذي نظم كتاب الداني. وأشار إلى حاجتنا إلى التوثيق الصوتي لهذه القراءات اليوم، أشار أيضا إلى جهود الدكتور عبد العزيز القاري في هذا الصدد والمقرأة المصرية برئاسة الشيخ المعصراوي حفظه الله تعالى. وأشار أيضا إلى قاعدة مهمة يذكرها العلماء في هذا الباب، أن القراءات المختلفة كالآيات، يعني الآية التي في القراءة الأخرى هي بمثابة آية أخرى، يعني فتفيد جديدا، ولا يوجد اختلاف تضاد في نفس الأمر بين هذه القراءات أبدا، كما نقل الدكتور الإجماع على ذلك. وقد يكون هناك اختلاف تنوع، وهذا الاختلاف حصره بعض العلماء فيما يكون له أثر في المعنى وفيما لا يكون له أثر في المعنى، وإنما هو مجرد اختلاف في الأداء أو في الأداء الصوتي أو اللفظي للكلمات القرآنية. وختم بمثالين جميلين من كتاب الله، وهي قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين، كما هي قراءة حفص رواية حفص، أو للعالمين كما قرأ باقي القراء. وأشار إلى الحكمة اللطيفة، المعنى اللطيف في الفرق بين القراءتين. وكذلك قوله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا،
حيث قرأها أبو جعفر وحده، وما كنت بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. كما ختم الدكتور ورقته بالوصية بالتركيز على علم القراءات في كليات التفسير وفروعه، وأن يكون هذا العلم أصيلا وليس كماليا، حيث ثبت يعني وثاقة صلته بعلم التفسير. هذا ربما أهم ما جاء في ورقة الدكتور، جزاه الله خيرا. الورقة الأخيرة للدكتورة ابتسام مرهون الصفار من العراق، وربما كان من المفترض أن تكون حاضرة معنا، لكن لظروف خاصة بها تعذر عليها الحضور، وأعتقد أنها ستشارك بالكلمة عن بعد أو الكلمة مسجلة، لا أدري، ربما الإخوة يرتبون الأمر فنيا. والوقت لها أيضا 15 دقيقة أو 15 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أشكر القائمين على هذا المؤتمر لأنهم أتاحوا لي ولغيري المشاركة في موضوع مهم، وهذا ما جعلنا أيضا نبحث في موضوعنا هذا ألفاظ السلام وسياقاتها في القرآن الكريم، لنسهم في إبراز وجه مهم من وجوه الدعوة الإسلامية، متخذين منهج الدراسة اللغوية والسياقية للآيات القرآنية الكريمة التي تخص السلام. نقول إن السلام في القرآن الكريم منهج متكامل يرتبط بالدعوة الإسلامية وبمقاصدها وأهدافها. فمهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أولا هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم تنظيم الحياة الاجتماعية والفكرية لكل مجتمع بعث إليه. يظهر السلام في ميادين مختلفة في القرآن الكريم، سنقف عند بعضها. ورد السلام في القرآن الكريم 43 مرة. أولا السلام بمفهومه العام هو ضد الحرب. يقول الشاعر: أنائل إنني سلم لأهلك فاقبلي سلمي. وفي تعريفات الجرجاني يقول: السلام هو تحرر الدارين عن المحنة في الدارين الدنيا والآخرة. ثانيا السلام البراءة، تسلم منه أي تبرأ. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، معنى تسلما وبراءة. ثالثا التسالم الانقياد، والانقياد يؤديه معنى الآية الكريمة التي تذكر: فلما أسلما وتله للجبين، معناها أعطوا أيديهم للسلم والسلام. أربعة التسليم هو السلام، والسلام هو دخول السلم. خمسة السلام هو الخير، قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فقالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد. سادسا الإسلام هو الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. هناك مصطلحات متعددة في القرآن الكريم تؤدي معنى السلام بألفاظها وسياقتها، سنقف عند بعضها. الإخبات، أصل الخبت المطمئن من الأرض، يقال أخبت الرجل قصد الخبتة. والإخبات الخشوع والتواضع، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين، أي المطمئنين المتواضعين. وورد بعدة صيغ وعدة أفعال لن نقف عندها. مصطلح آخر هو مصطلح الصلاح. الصلاح كما هو معلوم هو ضد الفساد. صلح يصلح ويصلح، وخصه الراغب الأصفهاني بدلالة تدل على السلم وتطلبه وإشاعته بقوله: والصلح يختص بإزالة النفار بين الناس، ويقال منه اصطلحوا وتصالحوا. مصطلح آخر هو الألفة. الألفة من ألفت الشيء وآلفته بمعنى واحد فهو مؤلف ومألوف، وألفت الشيء وألفت فلانا، وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض
جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وهذه الآية تخص الألفة التي تمت بين الأوس والخزرج بعد أن كانوا في الجاهلية بحرب دائمة وخلافات دائمة، ولكن تبقى الألفة مصطلحا من مصطلحات السلام، لأن التأليف بين قلوب المتعادين من الأوس والخزرج أو غيرهم تجعل السلام وحده هو المسيطر بين الفئتين. الأمن مصطلح آخر من مصطلحات السلام. الأمن حالة من الإطمئنان ضد الخوف، سواء كان الخوف من الحاضر أو من المستقبل، فالأمن هو زوال الخوف، وأصله طمأنينة النفس من كل ما يخيفها ويزعجها. الرضوان مصطلح آخر من مصطلحات السلام. الرضا مقصور ضد السخط، وقد رضي يرضى رضوانا ورضا وأرضاه الله، والرضوان هو الخير الكثير، والرضا سرور القلب وقيل طيب النفس بما يصيب الإنسان من خير. وقد وردت الرضوان في القرآن الكريم بقوله تعالى: وما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ووردت في سياق نعم الله في الجنة بقوله تعالى: رضوان من الله والله بصير بالعباد. بهذا يكون الرضوان مصطلحا ينضوي تحت مصطلحات السلام، لأنه يزيد معنى الثواب في الجنة أمنا وشعورا بالرضا بثواب الله سبحانه وتعالى. السكينة، السكينة خلاف الاضطراب، منه سمي سكان السفينة لأنه يسيطر على حركاتها واضطرابها. وأصل السكينة هدوء بعد اضطراب، والسكن والسكون ما يسكن إليه. قيل السكون قوله تعالى: الله جعل من بيوتكم سكنا، قيل السكينة، والسكن الرحمة، وقيل هي الطمأنينة، وقيل هي النصر بما يسكن النفس. الموادعة مصطلح أيضا من مصطلحات السلام. يقال: وادع فلان فلانا، أي صالحهم وسالمهم على ترك الحرب والأذى. والوديع الرجل الهادئ الساكن، يقال ذو وداعة، دعة ووداعة فهو وديع. ووادع فلان فلانا، أي سالمه ولم يقم بينهما حرب. الميثاق مصطلح من مصطلحات السلام. كل الدلالات التي يدل عليها لفظ وثقة تدل على الإحكام، ومنه الناقة الموثقة. في الاستعمال اللغوي القديم هي هذه، وفي الاستعمال الحديث أضافوا إلى الميثاق الموثق باليمين، وهذا ما يؤكده. فإذا تم ميثاق بين فردين أو جماعتين ولم يخرق فإن السلام يسود بينهما، فإذا خرق فهذا يعني قيام المخالفة أو قيام الحرب إذا اشتد كثيرا. حين يتم عهد ميثاق أو عهد فإنه يكون سلم من خلال الاتفاق، فإذا نقض العقد أو الميثاق تحول إلى حرب وخلاف. العقود أيضا من ألفاظ السلام، وهي تتمم المواثيق. والعقود أو العقد هو عهد بين شخصين أو جماعتين، فإذا تم هذا العهد وتحالفوا وتواثقوا عليه جرى السلم بينهما، وإذا خرق يبدأ الخلاف، ومن بعد الخلاف ثم يبدأ الحرب. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى كلها توحي بالسلام، فمن يدعو باسم من أسماء الله الحسنى لابد أن تدخل الطمأنينة والأمن والأمان في نفسي. فنبدأ بالسلام فقط، اسم واحد من أسماء الله الحسنى. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ذكر في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فسر السلام هنا بأنه الله سبحانه وتعالى الذي سلم من عذابه الناس، وفسر بأنه الخالي من النقص والعيب، وفسر بأنه إذا صدر عنه أمر فلا بد أن يكون فيه سلام وخير للناس جميعا.
الواقع أن لفظ السلام لا يحتاج إلى تأويل، يكفي أن نقول أن الله هو السلام ليدخل لفظ الطمأنينة في نفوس من يدعو الله به. نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد الانصراف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الجنة تسمى دار السلام، سميت الجنة دار السلام، قيل لأنها دار السلام سلامة من الآفات، وقيل لأنها دار السلام الدائم الذي لا ينقطع، وقيل لأن أهلها يتعاملون فيما بينهم بسلام فلا غل ولا حقد ولا خلافات. وفسرت دار السلام تفسيرا صوفيا بأنها التي يسلم فيها المؤمن من هواجس النفس ووسواسها. وصف الجنة بلفظ الدار يوحي بالأمن، لأن الدار التي يستكن بها الإنسان توفر له السلام والأمن وطمأنينة. ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وحين يدخل المسلمون أو المثابون الجنة، تصور الآيات أن السلام يحيط بهم من كل جانب، الملائكة يدخلون عليه من كل باب يسلمون عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى نفسه يسلمهم، ويكفي بهذا فخرا وأمنا لأهل الجنة. في سورة الأحزاب تجتمع 3 عناصر في السياق لرسم مفهوم السلام لأهل الجنة: الأول البدء بالتحية، والثاني لقاء الله سبحانه وتعالى، والثالث البشارة بالأجر العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا عظيما. تحيتهم سلام وأعد لهم مع السلام الأجر العظيم. إن أجواء السلام التي ينعم بها المؤمنون ليس فيها ما يعكر صف راحتهم. ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سياق الآية الكريمة عن السلام يؤكد تتمتها آمنين بما يوحي به لفظ الأمن من السلامة من النار، والسلامة من كل آفة، والسلامة من الخوف. هناك السلام المرتبط بالتحية. يقول الشاعر: تحيي بالسلامة أم بكر، وهل لك بعد قومك من سلامي؟ كانت العرب في الجاهلية يحيون بعضهم بعضا بأنعم صباحا، ولكن حين جاء الإسلام جعل التحية هي السلام عليكم. يقال أن رجلا من المشركين قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بنية قتله، فقال له: أنعم صباحا. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أبدلنا الله خيرا من هذه، قل السلام عليكم. لأن قول السلام عليكم يعني أن يواجه القادم بتحية توحي له بالأمن والسلام وليس بالحرب. وقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتحية وجعل لها ضوابطه، منها أن يسلم الراكب على الماشي، وأن يسلم الماشي على القاعد، والقليل على الكثير. أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام، فيقول: افشوا السلام، افشوا السلام، إذا أفشيتم السلام تحابوا، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا، ولا يؤمنوا حتى يتحابوا. أما الأنبياء فموقفهم مع السلام أمر طبيعي، لأن دعوتهم منذ البداية هي توحيد الله سبحانه وتعالى، ودعوة أقوامهم إلى الصلاح وإلى الأمن والسلام. ونجد هذا في كل تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام مع المسلمين أو مع المشركين أو مع أهل مكة، كلها يسودها السلام والرغبة فيه. ونشير إلى أن كل دعوات الأنبياء لأقوامهم محاطة بسياقات السلام والدعوة إليه، فإذا أضيف إليها أساليب الدعاء، دعاء الأنبياء لربهم سبحانه وتعالى، فإن هذه الأدعية كلها تثير في النفس أساليب من الشعور بالأمن والسلام.
أما سلام الأفراد والجماعات والعائلة فالقاعدة، نبدأ بالقاعدة المهمة التي رسخها القرآن الكريم والتي تشيع روح السلام في العلاقات بين الأفراد والجماعات، وهي التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسرت الأخوة بأنها أخوة الدين، لأن أخوة الدين أعمق من أخوة النسب. أخوة النسب قد تتلاشى وقد تتغير، أما أخوة الدين الصحيحة فإنها تبقى. وبهذا يمكن أن تفهم الأخوة عامة، أخوة الإنسان لأخيه الإنسان الذي يقتضي التعامل معه بسلام وأمن. أما سلام العائلة فيبدأ منذ الخطوة الأولى بالزواج، وقد نصت الآيات الكريمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هنا في هذه الآية نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج يسكن إليه ويخلق المودة والنفوس بين الزوجين، هذا في الحالات الاعتيادية. فإن حصل خلاف بين الزوجين، وهذا يحدث كثيرا، فإننا نجد الآيات الكريمة تركز على أمر مهم وهو المعروف والإحسان. إن حدث خلاف فلا بد من المعروف ومن الإحسان. طبعا هناك تفاصيل كثيرة لكل عنصر من عناصر السلام في القرآن الكريم، ليس هذا وقته وليس هذا مكانه، لأنه لا يكفي. أنا خصصت له كتابا ما زلت أشتغل فيه، أسأل الله أن يوفقني لإتمامه. البحث يكمل مظاهر السلام في حياة المسلمين وينظمها، بدءا من علاقة الأفراد بعضهم ببعض وعلاقاتهم بأسرهم وأبويهم، ثم علاقاتهم بالطوائف الأخرى، وكلها يحكمها السلام وينظمها. فإذا انتقلنا إلى العالم الخارجي خارج المجتمع الإسلامي، فلا بد أن يكون السلام هو هدف للمسلمين في التعامل مع الآخرين. ويكفي بهذا فخرا للمسلمين في أنهم يرعون السلام في تعاملاتهم الخاصة والعامة. والسلام عليكم. نشكر الدكتورة ابتسام على ما قدمته. طيب تفضل دكتور عمار، عندك دقيقة. أسأله سؤال: ماذا تقول في مصحف الذي وجد في طشقند، ويقال إنه مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه وعليه دمه لما قتل؟ هذا يقال، وأنا رأيت هذا المصحف في زيارة لطشقند، ولكن نحتاج إلى تحقيق. ثم أريد أن أسأل سؤالا آخر: هل اطلعتم على كتاب محمد مصطفى الأعظمي الذي كتبه باللغة الإنجليزية History of Quranic Text، أو لو تكست قراني، تاريخ النص القرآني؟ هذا فيه بحث مهم، رجع إلى 19 مصحف في مختلف العصور، ووجع جدولا بالوسائل الإلكترونية ولم يجد أي تغيير، وذكر سورة الإسراء لأنها هي متوسط في القرآن، لا يمحو شيء من الأول ولا من الأخير. فهذا الكتاب ترجم إلى العربية أخيرا، فهو مهم جدا في نقد ما زعمه المشرقون من دولدكاو إلى يومنا هذا. ثم أسأل أخونا كريم أفراق من المغرب: هل أنتم على اطلاع بما هذا يكتبه هذا الإيراني اللي في الدراسات العليا في باريس، وطبع 3 مجلدات لجميع الأبحاث الاستشراقية من القرن 19 إلى يومنا في الطعن في القرآن، 3 مجلدات مطبوعة أخيرا، ما هو قولكم في هذا وأنتم في مركز البحث الوطني والقومي الفرنسي؟ لأنه سماه كورانيك ديزيستوريا، قرآن المؤرخين، أليس هذا عبثا؟ ولذلك لم يتصدى أحد لحد اليوم لدراسة هذه المجلدات والرد عليها، وهذا هو المطلوب الحقيقة. ثم الترجمات التي ترجم إلى القرآن في الإنجليزية والألمانية جميع اللغات.
جزاك الله خير. ما هو خير. قولنا في هذا وما هي دراستنا لهذا كله؟ بارك الله فيك دكتور. وأسأل سؤال، متى بدأ عد وضع الأرقام في الآيات؟ قبل كان يعملوا دائرة. لمن السؤال هذا دكتور؟ الأخ المصاحب دكتور غانم. دكتور غانم لأنه تكلم على علم العدد. طيب له سؤالان يعني المدينة وعدد البصرة ولكن أي تاريخ وضع الرقم؟ طيب نراه اليوم ومن وضعه؟ شكر لك يا دكتور عمار. بالنسبة لمصحف الطاشقند، المصاحف التي تنسب إلى سيدنا عثمان ليست فقط مصحف طاشقند، هي كثيرة، والمفارقة أنه وجد أثر الدم على أكثر من مصحف، فيدل ذلك على أن ليس هذا يعني أمرا حقيقيا. نستأنس بما قرره الدكتور طيار التقوالاج في المصاحف التي نشرها، فقال لم يثبت أن أحد من هذه المصاحف هو أحد المصاحف الخمسة التي كتبت في زمن سيدنا عثمان، ولكن من الراجح أن يكون بعضها قد نقل من تلك المصاحف مباشرة. أما بالنسبة لا قبل هذا، جهود الدكتور محمد مصطفى الأعظمي رحمه الله، أنا يعني اقتنيت كتابه الأخير النص القرآن الخالد، وهو بالإنجليزي وبالعربي، وهو الذي ذكر فيه سورة الإسراء، وكان كتابه عن تاريخ تدوين القرآن باللغة الإنجليزية. الحقيقة أنا لا أجيد اللغة الإنجليزية، ولكن عرفت أنه قد ترجم للعربية ولم أطلع عليه. نعم. أما بالنسبة لعلم العدد فالوقت لم يسعفني في تكملة الفكرة. الخموس والعشور كانت من زمن التابعين يكتبون خمس آيات عشر آيات في المصاحف، لكن إدخال الأرقام في أواخر رؤوس الآي يبدو هذا كان يعني صار مرتبطاً بطباعة المصاحف. المصاحف الأولى التي طبعها المستشرقون مصحف هنجلمان عليه في صور منشورة منه فيه أرقام الآيات، ولكنه أخطأ فوضع رقم الآية في أولها وليس في آخرها. ثم لما طبع المصحف في طبعة إسلامية في قازان جمهورية تتارستان في سنة 1803 وضعوا رقم الآيات. فبشكل عام وضع رقم الآية في آخرها مرتبط بطباعة المصاحف. قبل ذلك كان موجود هذه الدوائر المزهرة مع الخموس والعشور. وشكراً. شكراً لك يا دكتور. نحيل الكلمة للدكتور كريم ليجيب عن سؤال الدكتور عمار. الجواب سيكون بعجلة إن شاء الله. فعلاً من ثلاث سنوات أظن قبل جائحة الكوفيد ظهر كتاب القرآن المؤرخين اللي هو بالفرنسي Le Coran des Historiens المؤرخين، وهذا الكتاب كنا نطلق عليه اسم Le Coran des Vauriens يعني لو ترجمنا فوغيان إلى العربي حتجي على مقولة الإمام الشافعي رحمه الله، قال لا تقل في فلان كذا وكذا، قل فقط فلان لا شيء، يعني قرآن من هم لا شيء. لأنه من عجيب الأمور أنه هذا الكتاب اللي صدر في ثلاث أجزاء صدر على يد دار نشر كبيرة جدا في فرنسا، ولكي يعرف الخبايا اللي في الزوايا، هذه الدار نشر تابعة لمؤسسة نصرانية تكره الإسلام كرهن، وال 23 باحثا اللي اشتغلوا في تخريج هذا الكتاب ولا فيهم واحد متخصص في تاريخ القرآن. اللهم استاذي الاقدم يعني فرانسوا ديروش، لان انا تلميذ فرانسوا ديروش، وواحد من المتخصصين في المخطوطات العربية وخاصة المصحف الشريف، هو الوحيد يعني المتخصص، وورقته جاءت مضادة تماماً للاثنين وعشرين بحث اللي سبقوه. يعني هذه يعني من الفوارق سبحان الله. والكتاب طبعاً وجد صدى كبير في الديار الفرنسية، لكن فقط من الناحية الصحفية، أما من الناحية العلمية والجامعية والأكاديمية لم ينتبه إليه، لأنه كان فارغ يعني بالمعنى التام للكلمة. وأشكركم. شكرا دكتور كريم. الآن سنختم الجلسة إن شاء الله اليوم.
ومن المؤكد أن توصيات السادة الباحثين ستكون مضمنة في توصيات هذا المؤتمر العلمي المبارك. الآن ندعو الدكتور عماد عبد يحيى لتسليم الدروع للسادة الباحثين، فليتفضل مشكوراً.